في فيديو هذا اليوم نستعرض لكم أبرز الألعاب اللي راح تصدر في شهر سبتمبر. خلونا نبدأ. NBA 2K20 لعبة كرة السلة المشهورة من تطوير Visual Concepts ومن نشر 2K Sport. يعتبر هذا الجزء الإصدار 21 من السلسلة، وكالعادة راح تقدم معها تحسينات كثيرة في طريقة اللعب وطور القصة. هالمرة يرجع بشكل أضخم بتقديم طاقم من ممثلين مثل إدريس ألبا ولاعبين كرة السلة مشهورين. اللعبة راح تصدر في 6 سبتمبر على أجهزة الإكس بوكس 1 والبلايستيشن 4 والسويتش والبي سي. Gears 5 لعبة التصويب من المنظور الثالث ترجع من جديد بجزءها الخامس. هذا الجزء راح يقدم أشياء كثيرة جديدة على السلسلة وقصة مختلفة، وأكيد طور الهورد موجود وبشكل أقوى بحيث كل شخصية لها قدرة خاصة. اللعبة راح تصدر في 10 سبتمبر على أجهزة الإكس بوكس والبي سي. eFootball Pro Evolution Soccer 2020 لعبة كرة القدم المنتظرة من تطوير PES Production ونشر كونامي. تقدم لنا الكثير من الأطوار المعروفة مع تغييرات وتطويرات وزوايا كاميرا جديدة وأسلوب مراوغات مطور وطور الماستر ليج محسن وأكثر تفاعل من قبل. اللعبة راح تصدر في 10 سبتمبر على أجهزة البي سي والبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1. Borderlands 3 لعبة الأكشن RPG والتصويب من المنظور الأول من تطوير Gearbox Software. الجزء الثالث من السلسلة يعطيك إمكانية اختيار 4 شخصيات مميزة، وكل شخصية عندها مهارات مختلفة. كعادة السلسلة راح تقدم عدد ضخم من الأسلحة المتنوعة والغريبة، وتقدر تلعب لحالك أو مع 3 لاعبين عبر الأونلاين. اللعبة راح تصدر في 13 سبتمبر على أجهزة البي سي والإكس بوكس والبلاي ستيشن 4. The Legend of Zelda Link's Awakening ريميك لعبة The Legend of Zelda Link's Awakening اللي صدرت على جهاز الجيم بوي في سنة 1993، ويعتبر أكثر جزء محبوب من جمهور السلسلة بشكل عام. وهذا الإصدار يقدم معه رسومات مطورة وموسيقى وألحان محسنة. اللعبة تصدر بشكل رسمي على جهاز السويتش في 20 سبتمبر. The Surge 2 لعبة الأكشن RPG في جزءها الثاني ومشهورة بصعوبتها من تطوير Deck 13 Interactive. هالجزء بيقدم خيارات تخصيص أكثر تنوع للشخصية وتنوع أكبر بالأسلحة وقدرات جديدة. اللعبة تصدر في 24 سبتمبر على أجهزة البي سي والإكس بوكس 1 والبلاي ستيشن 4. Code Vein لعبة الأكشن RPG من تطوير ونشر بانداي نامكو. تقدم عالم مفتوح والكثير من الأفكار المستوحاة من سلسلة دارك سولز. تقدر تستكشف عالم اللعبة لحالك أو مع أصحابك، وطبعا لك الحرية في تحديد مهارات شخصيتك. اللعبة تصدر في 27 سبتمبر على أجهزة البي سي والبلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1. فيفا 20 ما يصير تمر سنة من غير لعبة فيفا جديدة. هذه المرة راح تقدم تطويرات متنوعة وزيادة الذكاء الاصطناعي وتحسين نظام التسديد وغيرها. فيها تحسينات كثيرة على طول القصة مثل تخصيص المدرب والمؤتمرات الصحفية صار لها تأثير أكبر. وأهم طور في اللعبة هو طور الفولتا، وفيه يشهد عودة كرة قدم الشوارع إلى فيفا. اللعبة بتصدر في 27 سبتمبر على أجهزة البي سي بلاي ستيشن 4 والإكس بوكس 1 والسويتش. يعطيكم العافية على المتابعة ومع السلامة.